انا البارحه ماخذ لاحد الاخوان الى احد الوزارات لقيت لعبه كبيره وكبيره جدا داخل محافظه واسط تلاعب بالاوراق. تدري احد المقاولين يعني احد المقاولين تدري ايش يقولوا له؟ يقول يا بت خطاب ضمان ما عندك. تدري يخافوا يقدم؟ شنو هالمصيبه هاي اللي موجوده بالمحافظات هسه؟ هاي شبهات يجوز اللي قال لنا صح. تدري اكو قضيه مقاول مقدم قضيه افضل 100 مره من اعتقد شركه البرهان او كذا. تدري هو حسب ادعاء الولد اللي قال لنا واللي كتب كتاب لرئيس الوزراء اريد الوصل الحواشي دي ما داير ما يدور رئيس الوزراء ما تريدنا نوصل. ذولا يريدون يوصلون المقاولين لهم بلكت هدية بلكت منا احنا ما نتقبل هدية، نتقبل العمل اللي يشرف حكومتنا واللي يشرفنا كعمل حتى ننقذ ذولا. يقول له والله تعذرني انا انطيته قبل كم يوم شنو انطيته؟ هي هبة؟ هي املاك خاصة؟ هذا الشخص اللي طلع اللي قال طلبوا من عنده 500 مليون اكو من حقق وياه؟ دز علي رئيس الوزراء دز على المحافظ قال له هاي صحيح خطأ اكو امور اي هاي الامور السائبة تجعل من الفساد دولة، تجعل من الفساد حكومة، تجعل من الفساد يعني آلية لضرب الفقراء، تجعل منها استبداد، تجعل من عندها اغتصاب للحقوق. ما يصير. تصور دولة العراقية تستورد، أنا ما أقول آيس كريم رجال، أنا أحكي مثل ما يحكون هن، موطة تجيب موطة من روسيا بالله عليك وبيض من تايلند، ويطلع وزير الزراعة السابق يقول عندنا حماية منتج للبيض عندنا اكتفاء، ومديرية التخطيط تقول انتاجنا تقريب 1.3 مليار على سبيل المثال وإحنا نحتاج 5 مليار. هذا مو المفروض يعاقب؟ هذا إذا طلع هسه بدون معاقبة السابقين بما معناه اللاحقين راح يأمنون حالات الفساد المستقبلية. يقول لك إحنا معاقبة لقبلنا حتى يعاقبونا. هذا وكأنما تشريع لحالات السرقة المستقبلية، وكأنما حالة رضا من حالات السرقة والله المستقبلية. والله يا أستاذ كاظم خليني أقول لك شغلة، صحيح يجب أن يحاسب الفاسدين بفسادهم. الحكومة اللي تستورد موطة ما تقول لي الشعب كيف 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 يحترمها. وبعدين أنا هسه الآن من أريد أجي أحاسب، ذاك اليوم حكوا على مديرة مصرف بايقة كذا 15 مدري 20 مليار دينار، حاسبوا المديرة لكن ما حاسبوا من الورا المديرة. إذا المديرة بايق 15 مدري 150، زين الفوق من عتش قد بايق، ليش ما يصير متابعة الجريمة بالتتابع للوصول للأب الرئيسي؟ ليش تأخذون من الجريمة بس مجرم واحد؟ يجب على الدولة أن تحاسب من هم وراء هؤلاء، مو تحاسب هذا هو ارتكب الجرم خلص يحاسب، ما نقول عليه فقير لا، يطب مرض لأن ارتكب هذا الخطأ. لكن أنا أقول كالتالي، الوزارات السابقة اللي سرقت، المحافظين السابقين اللي سرقوا واليوم عندهم مولات وعمارات وفلل واستثمارات خارج البلد.